السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون تسريبات واخبار بسيطه جدا. طبعا شباب، قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك في القناة، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، لا تنسى اللايك، لا تنسى كود الشوب الجديد YZYDD، استخدموه عندكم في الشوب واحفظوه وربي يسعدكم. باخر فترة ما في اخبار وتسريبات مثل الاول، ما اعرف شو السبب من فورتنايت نفسه يعني، بس دائما يصير هذا الشيء معانا انه تخف الاخبار فجأة والتسريبات فجأة، فننتظر هاي الفترة تعدي ان شاء الله راح ترجع الاخبار والتسريبات مثل الاول ونرجع للمحتوى اليومي، لانه انا بتعرفوني بحب انزل مقاطع بشكل يومي، لكن هاي الفترة مو قادر انزل الا كل يومين مقطع او كل 3 ايام مقطع بسبب انه ما في محتوى، مو كسل فيي، لا السبب انه ما في محتوى. فنبدأ بالاشياء اللي بنتكلم عنها اليوم ونقول بسم الله. طبعا شباب، السلاح اللي تشوفه قدامكم راح يكون اسمه بروب جن ايليان، يعني سلاح البروب جن الفضائي، شكله من قدام من ورا من الجنب. شوف وظيفة هذا السلاح يا يزيد، وظيفته للتنكر، يعني تطلق على مثلا بوكس تتحول لبوكس، وهذا الشيء معانا بالكرياتيف من اول، بس وين راح ينضاف يا يزيد؟ راح ينضاف في الباتل رويال في الجيم العادي، تخيله هل راح يكون استخدامه عادي ولا راح يخرب اللعبه؟ لانه اصلا في شخصيات في اللعبه حاليا اتوقع الموسم هذا او اللي قبله تروح عنده يخليك تتنكر، صندوق بوكس او خشب او اي شيء قريب منك، بس هذا مسدس راح ينضاف الى اللعبه ويضلوا معاك، تقدر انت تتحول للشيء اللي بدك اياه متى ما بدك. خلينا نقرا المعلومات الموجوده عن السلاح. يظهر مع هذا السلاح ستتمكن بالفعل من اختيار الدعامه التي تريد التحول اليها، يعني بتختار اي شيء بدك تتحول له وبحولوك بالمسدس. سيكون لديك زر لقفل وفتح نفسك في مكانه. شو ترجمة جوجل الغبية هاي؟ أكيد راح يكون في زر فتح وقفل، يعني زر تحول تتحول للبوكس وزر إيقاف التحول، يعني أكيد مش راح يضل لك بوكس طول الجيم. بالنسبة لهايبكس، سيكون لهذا المسدس فترة تباطؤ بين الاستخدامات، هاي كويسة، يعني بين كل استخدام واستخدام راح يكون في فترة ما تقدر تستخدمه فيها، ثواني معينة. فبدي إياه منكم انه تكتب لي رايكم بالتعليقات، هاي الاضافه راح تكون كويسه للعبه ولا راح تكون تخريب؟ انا بالنسبه لي ما اشوفها كويسه. ليش؟ لانه راح تصير اللعبه عباره عن زبنات وغدر. كيف غدر؟ يعني انت بتكون مدرعم على ناس ممكن يختفوا فجاه، يتحولوا لخشب وانت تدور فكرتهم راحوا، يكون خشب واقف جنبك فجاه فك التحول ويشيلك بالسباس هيد، تصير عادي يعني، وهذا الشيء راح يصير لو ينضاف المسدس، راح يصير عباره عن غدرات. الرقصات اللي قدامكم شباب هاي تحدثت 3 مرات، احكي لكم شو يعني تحدثت 3 مرات. فورتنايت بالعاده لما تيجي تنزل شوب جديد بتختار عده اشياء، ادوات وسكنات ورقصات بتحدثهم، يعني بتحدثهم بتجهزهم للتنزيل وبتنزل منهم مجموعه وتسحب على مجموعه. فهاي الرقصات اللي قدامكم هي نزلت سابقا في اللعبه لكن لها فتره ما نزلت، اتوقع مو مهم كم الفتره، قليله ولا كثيره، المهم انه هاي الرقصات كلها بالصوره تحدثت 3 مرات ورا بعض بس ما نزلت في الشوب بالمرات اللي تحدثت فيها. معنى الكلام انه فورتنايت عينهم على هاي الرقصات وممكن خلال الايام القادمه انه هاي الرقصات تنزل في الشوب عادي يعني، تمام؟ فالرقصات موجوده قدامكم، مو رقصات جديده، مو رقصات مخترعينها فورتنايت، لا رقصات نزلت من اول في اللعبه لكن تحدثت 3 مرات، فهذا يعني انه راح تنزل قريبا في الشوب ان شاء الله. السكنات اللي قدامكم، هاي السكنات شباب مسحوب عليها اكثر من 600 يوم، شو معنى الكلام؟ يعني هاي السكنات لها اكثر من 600 يوم ما نزلت في الشوب، بدي منكم تكتبوا لي شو اكثر سكن من السكنات الموجوده متحمس انه يرجع للشوب وحاب تشتريه ومو عندك. انا بالنسبه لي بنت السله البرتقاليه كانت عندي بحسابي، للاسف اذكر زمان عملتها ريفوند. انا عارف في منكم ناس ما عارف اسماء السكنات، انا بحط لكم ارقام عليها، فحسب اختيارك اختار الرقم الموجود عند الصوره واكتبه بالتعليقات حسب اختيارك. طيب نيجي حاليا لموضوع سكنات المشاهير، انتم تعرفوا ان في شيء اسمه ايكون سيريس. الايكون سيريس شباب زي مارشميلو، زي ترافيس سكوت، نينجا، سكنات اليوتيوبرز المشاهير. هاي الصورة قدامكم فيها مشاهير فورتنايت، يعني مو مثل مارشميلو ترافيس سكوت مغنيين، لا هذول مشاهير فورتنايت زي نينجا، زي لوزر فروت. نينجا لوزر فروت ما سووا لهم بطولة، لكلان ودريفج واللي بعده نسيت اسمه، هذول الثلاث سووا لهم بطولات، يعني كان سكنات مجانية قبل ما تنزل في الشوب، سووا لكل واحد فيهم بطولة، واللي بيجيب مراكز كويسة والبطولة بيحصل على سكن مجان واغراضه، وهذا الشيء صار معنا. طيب في سكن ايكون سيريز جديد راح ينزل، ايش هو؟ سكن ليبرون جيمس اللي قدامكم، السكن لاعب كرة سلة امريكي مشهور، راح ينزل كايكون سيريز يعني كشخصيته. فمتى راح ينزل؟ حسب الصورة الدعائية مكتوب 14/7، يعني بعد 3 ايام من الان، اليوم الاحد، يعني 2/3/4، يعني المفروض ينزل 4 في الشوب. اغلب المستربين يتوقعوا يسووا له بطولة، اذا سووا له بطولة يعني السكن مجاني بتحصل عليه اذا جبت مراكز حلوة في البطولة. طيب متى البطولة؟ اذا باقي للسكن 3 ايام، ممكن خلال ال3 ايام هاي يسووا بطولة فورتنايت بسرعة، ممكن مو اكيد، يعني نسبة 50% انه يكون له بطولة
ونسبة 50% ما راح يكون له بطولة. إذا كان له بطولة ممكن بكرة فورتنايت ب 12/7 قبل ما ينزل السكن بيومين في الشوب انهم يسووا له بطوله سريعه وأوروبا ما مدري ايش والحركات هاي ومراكز واللي بيجيب مركز معين بيجيب السكن واغراضه مثلا. ممكن بنسبه 50% هذا الاشي يصير خلال الايام القادمه قبل نزوله في الشوب لانه راح ينزل في الشوب بعد 3 ايام. وممكن برضه انه ما يكون مجاني وما راح يكون في بطوله بس انه ينزل في الشوب على طول. فبس يا شباب يكون وصلنا لنهايه مقطعنا، اتمنى تكونوا استفدتوا منه لو اشي بسيط. وبالنهايه يا شباب اذا ما كنتم مشتركين في القناه اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس، اهم شيء لا تنسوا اللايك، لا تنسوا كود ادم شوب وازد وادي دي. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه. شوف شعر ليش راضي يموت؟ ايش دمك؟ بنجين هون يا رجل. يزيد موت موت يا اخي. لا 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 تركني انا يزيد. شو تقول اثنين يزيد؟ لا لا بنجين وين؟ انا بتعال يلا ريلود. ولا يزيد حافظ يا محل والله انك اسطورتي يا حبيبي، انت الوحيد اسطورتي بالحياه. حلف بالله يلا لا خلصتوا علي انت صح؟ بس سلاح اللي معاه شباب سلاح حراري مدري ايش السالفة. يلا بالله فزت عليك يا ولد. واحد فزتوا يلا. We'll be right back.